عسليمة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم على كيتشن أمل تونيزيان. عسليمة الناس الكل، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف صحة وعافية يا ربي. دونك إن شاء الله تكون معناها متابعتكم لقناتي ديما كالعادة، واقتراحاتكم وأي معناها تعليقات مرحبا بكم الناس الكل. دونك اليوم حبيت نبارطاجي معاكم غوسيت شاركتها أنا الحقيقة قبل، ولكن كانت في روتين وبطريقة أخرى وكل. دونك اليوم قلت يلا باش نشارك معاكم اليوم طريقة تحضير البريك، أوراق كما تتسمى يظهر لي الديول، الباستيلة، أوراق البريك الملصوقة. دونك التسمية واحدة والمكون معناها وإلا الوصفة واحدة معناها البريكه فوالا. دونك اليوم حبيت نعملها بطريقه كيما تعملها ماما. دونك حبيت اليوم نشارك معاكم الطريقه اللي انا اول مره باش نعملها، معناها بطريقتها مستنسة انا نعمل فرينه ونشا وماء وكل. دونك هي قلت لها الاوراق اللي تعمل فيهم ديما مزيانين وكل، فماش طريقه اخرى معناها انت شنو الطريقه اللي تعمل بها؟ دونك قالت لي اعمل فوالا كيما تشوفوا. انا توا خديت سميد، خديت قدر معناها كيس فيه 150 غرام، تنجموا تاخذوا انتم زاد كيما تحبوا. هوني خديت سميد ارتب، سميد ارتب خديت هوني مغرفه ونص كبار، مغرفه ونص كبار نتاع اكل سميد ارتب. دونك هوني باش نحط معناها مغرفه صغيره نتاع اكل هوني ملح، نخلط هذوما المكونات وحدهم. الحقيقه ديما البريك نتاع ماما ديما يعجبني وكل، حتى هكا وما شفتهاش حتى مره تعملو، خاطر كل مره تعمل وصفه قالت لي هذه احسن وحده عملها راهي تحفونه وبها، وما معناها ما تجيكش حتى بعد كي تقليها في الزيت ما تشربش معناها برشا ولا الزيت. دونك هوني الماء، الماء معناها قد المكون هذا. خديت كيف كيف ماء، نجمو معناها احنا بعد ما خلطوهم هكا نحطوهم في الكيس ونقيسو معناها مره اخرى بالضبط باش نحطو الماء. دونك هذا هو الماء، لا نخلطوهم بالباهي. ونجمو زادا كان حسينا فما معناها كعابر والكل نجمو نصفيوه، انا هكا ما عنديش معناها الحقيقه حتى شيء في وسطه. ديما كمية الفارينة كما تحبوا نتوما، وتزيدوا مغرفتين ثلاثة مغارف تعملوا كمية كبيرة معناها سميد أرتب. هوني الزيت، الزيت هوني باش ناخذ مغرفتين كبار تاع أكل. اش قلت لكم أنا بيدي أول مرة معناها باش نعملها، والزيت هذاك نخليوه خاطر بعد حشتنا بيه. هو بطبيعة الحال بالنسبة للخليط نتاعنا نغطيوه ونخليوه يرتاح حتى دري يجي قبل ما نبداو نعملو ريحة البريك نتاعنا. تو نقولكم أنا الطريقة اللي باش نعمل بها زبالة اللي هي بطبيعة الحال طريقة الماء. دونك نرجعولكم بعد شوي. عزلناش خبز في الفور وعاملة جو باهي يما. باهي ما عملت العجينة، مش العجينة هذيك نتاع البريك باش نعملها، عملت الفارينة وعملت سميد كيما معناها وريتني، وعملت شوية ملح وزدت شوية زيت، أما جاتني جارية ما كيفاه نصلحها. زيدها شوية فارينة، نزيدها شوية فارينة ونصلحها ونخلطها هكا ولا؟ هاي هذيك وصفيها هاي. باهي فارك عابر. ما فيهاش ماما، ما فيهاش كعاب. أنا جبت لها شوية فارينة وكهو. هاي كهو نحط شوية فارينة ونخلطها ونقد بها كهو. هاي انتي من طيب في الخبز في الفول؟ لا لا طيب في الخبز في الفول. كيفاش تعمل خبز في الفول؟ شنو الفطور اما؟ شنو فطورك اليوم؟ عملته بالوخي يا ماما. شفت فترة تتعدى الملصوقة هاي. هاي با يا عسلة با. هاي يا عسل ويا عسل. ريح الدوش وتبش وكو. شفتوا كلمت ما باش نقولها معناها على على خاطر الغوسيت نتاعها هي. دونك حسيتها جدني جارية شوية. دونك كيما تشوفوا هوني زدتها شوية فارينة وخلطتها كيما قلت، هي كانت تحس فيها كعبر تنجموا تصفيوها. انا هوني باش نقرب شوية باش نوريكم خاطر قاعدة نطيب شوية كسكسي.
دونك عندي المقله هذيا نتاع نزيد انا نحي هذيا باش نجم نشوف. استنى اوبس باهي عندي انا خبيت به كسرونه هوني في الماء كما تشوفوا عبيتها حطيتها معناها من الماء حطيتها تسخن في الوقت اللي انا باش نحضر فيه معناها معناها الخليط نتاع البريك وحطيت هوني المقله هذيا اللي نعمل فيها انا بطبيعه الحال اوبس بعد شويه كسكاس اللي نعمل فيها الكريب فوالا تنجموا تاخذوا اي مقله اخرى انتم كيف كيف دونك هوني وعندنا هذو الزيت اللي قلت لكم عليه معناها الزيت ديما نحطوه دو كوتي كل كعيبه نعملوها ندهنوها تو تشوفوا تباعا في الفيديو الكعبات نتاع المسوقه نتاعنا اليوم البريك ديول كيما كل واحد يسمي وكما كل بلاد معناها يسميوها دونك ان شاء الله الغسيل تكون عجبتكم الناس الكل توا بطبيعه الحال عندي هوني شويه فاقس حضرتهم نخيقه شويه طن عندي عظمه معناها هوني سمتها وعندي هوني شويه فخماج باش نمشي نحضر الكعبات البريك نتاعي دونك جوست باش نسخن الزيت ونقليهم دونك انتم ان شاء الله تكون استفدتوا كيما انا استفدت من اول تجربه الغسيل نتاع ماما هذيا نتاع نتاع معناها البريك وكيف كيف زاده كيفاش المكالمه اللي هي ما تعرفش اللي انا سجلتها دونك فوالا ربي فضلهولي يا ربي وقالها توحشتك برشا وصحه للملوخيه خاطر هي قاعده طيب الملوخيه فطور دونك قول لها صحه للملوخيه انا طيب في الكسكسي دونك فوالا شيء طيبه ليكم الناس الكل وصحه فطوركم كان زدتم ما فطرتوش وفوالا هذا هو فيديو نتاعنا لليوم بسلامه الناس الكل ربي يحمينا ربي يسترنا وربي يبقى علينا الستر ويرفع علينا كل الوباء ونكونوا ان شاء الله ديما بخير وبصحه جيده شده في ربي كما ديما امي تقول الحمد لله وبسلامه الناس الكل.